يعطيك كلمة الممثل ديال لاريك باش يعطي التفاصيل التقنية ديال المشروع. هذا المشروع دخل في إطار واحد الاتفاقية بين وزارة التربية والإسكان وجهة السوشيال الصناعية. الاتفاقية كتكون مراكز القروية بالنسبة للتقييم ديالنا خاصة ديالي تقريبا 99 مليون درهم. كاين شركاء اخرين من الجامعه وفرد العقار وغرفه الصناعه لا السلام على أشرف المرسلين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. نعمة الاحتفالات التي تشهدها بلادنا بمناسبة الذكرى 49 انطلاق المسيرة الحضراء المضفرة والذكرى 69 لعيد الاستقاء المجيد. أشرف على بركة الله وحسن عونه وتوفيقه السيد عبد الرحمن الجوهري عامل إقليم تجريد والوفد المرافق له على وضع حجر الأساس لبناء مركب الصناعة التقليدية بتكلفة إجمالية تقدر بأربعة ملايين درهم. حصة الأشغال الكبرى الممول في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي لتجنيد ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يوم الاثنين 15 جمادى الأولى 1446 هجرية الموافق 18 منفير سنة 2024 ميلادية. حفظ الله مولانا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بما حفظ به الذكر الحكيم وسدد خطاه حتى يتحقق على يده كلمتين ما يصبو إليه شعبه الوفي المتثبت بأهداب عرشه المنيف من تقدم ورفعة ورفاهية وازدهار، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير سليم مولى الحسن وكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. قرر بأنزيل في 15 جمادى الأولى 1446 الموافق 19 منفير 2024 أيد الله ولكن
يسحب. جمعة في رئيس جماعة تنزي غصاد الحمد لله يشرفها السيد العام العامل قيمة زنيت بتدشين سي المشاريع كان مهمة لمركز الجامعة ونزي كمركز دائرة لانطلاق انتهياء مدخل الشارع الرئيسي ديال مركز تنزي على طول كيلومتر 200. الحمد لله الخيرات فولكي للحضور، نشكر الحضور اللي كل حاضر، نشكر السلطة الإقليمية والسلطة المحلية في نفس الوقت في إفكار الانطلاقة لبناء مركب المجمع التقليدية هونزي كي تسمى جامع هونزي تسانس مجموع الصناعة التقليدية كالفضة والفخار والدباغة وكذلك صناعة الأحذية. الحمد لله الخيرات يسفرها بهراء، نتمنى إن شاء الله الخيرات يكمل بخير وعلى خير، نتمنى إن شاء الله العدد المشاريع إن شاء الله جامع هونزي كمركز دائرة، نتمنى إن شاء الله الشركاء حقينا فوش حفوظ إن شاء الله باش نسلك من الخيرات اللي سكسبت لكم إن شاء الله. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.